انا ضد الرول دي دلوقتي يا عم هادي. انا وانت متخانقين. استني بس متخانقين الساعه 2 انا وانت. ايوه متخانقين مع بعض. ما صحيناش من النوم. بالراحه بالراحه بالراحه. نقطه نظام احنا مش في المحكمه دي. طيب ازيكم يا جماعه في حلقه جديده من دردشه على الهادي. النهارده معانا خالد وهنا. هنتكلم عن العلاقات بس هنبدا الاول بالاكل كالعاده. معانا المره دي بيتزا سهله جدا جدا. دي بالايه تفتكر؟ السؤال ده عاده بيبقى صعب بس المره دي يعني دي ايه اصلا؟ دي ايطاليان بيتزا. أيوة. بالسوسج والخضروات. وانت دي ايه هنا؟ انت ابتديتي تلقطي. ها بيبروني. ماشي اتفضلوا يا جماعه بالهنا والشفا. انتوا بتاكلوا البيتزا بايديكوا ولا بالشوكه والسكين؟ انا مش هاكل بايديا طبعا. مش هتاكلي اصلا؟ لا زعلانه. ليه؟ عشان انا قبل الحلقه متفقه ان انا هقعد هنا. حلقت ايه؟ لا تفرق. حلقت ايه؟ دي الواجهه بتاعتي. اه البنات بقى عندها حوار السايد ده. ما عليها. اتفضلوا اتبدلوا. طب يا جماعه طبعا دي مشكله انا بواجهها في كل حلقه جاي فيها بنت بس المره دي طلعت على الكاميرا فحلو هنحطها برضو. مين بقى؟ بصوا البريد. طب احنا مين ولا احنا مش مهمين؟ معانا استاذه هنا الالفي واستاذ خالد سامي العدل. غنينا عن التعريف يعني. ايوه طبعا. ايه بقى الحاجه اللي لو شفتها في شخص عمرك ما هتثق فيه غير انه يبقى بياكل البيتزا بالشوكه والسكينه يعني؟ الكذب. كذب كذب. والناس اللي هي هاديه قوي كدابه نفسها بس الناس اللي هي الخبيثه اللي دايما انا طيبه انا ماليش في حاجه انا غلبانه والله كده كده. في فتره سواء في شبابك وهي احسن انها تكون في شبابك انت كده كده يعني هتجو اوت تو ذا ويلد وكده. فانا بقلق جدا من الناس اللي انا بتقولها دي اللي هي على طول هاديه وانا ما عملش حاجه. طب انتوا بتاكلوا الحته دي في البيتزا؟ انا باكلها طبعا. دي احلى الاخرانيه خالص دي. بحبها اكتر لو ستافت كراست بس باكل عادي يعني. بحس ان انا بدل ما ابتديت حاجه لازم اخلصها. هي مهمه فاهم؟ لا هي مهمه بس لما بكون مثلا البيتزا نفسها عجباني ما باكلش منها كتير لان انت لو اكلت اتنين من دي مش هتعرف تكمل بقيه البيتزا. تشبع عشان عايش. طب نخش في الموضوع بقى على طول. يلا بينا. انا بحس والله اعلم يعني ان في المجتمعات العربيه اللي زي اللي احنا فيها دي لما نيجي نشوف الراجل مطلوب منه ايه والست مطلوب منها ايه هنلاقي ان الست بتعاني من حاجات كتير جدا على راسي بس بيبقى مطلوب منهم تيجي يوم الفرح بس. يعني هي لو جت عملت اللي عليها. ايوه صح. انت رايك ايه بقى؟ ييجوا يعني ايه؟ جايه ضيفه يعني؟ تحضر بس. يعني لا ده انا هسيب لك الاكل يعني. أيوة. لا هو العريس اللي بجد ما بيعملش اي حاجه في الفرح. لا 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 يعني ايه يعني ثاني بس بالراحه بالراحه اقول لك على حاجه. انا هحاول ابقى محايد مع ان ده صعب. انت خلاص انت ولعت الفيتين. انت عارف العروسه بتعمل ايه؟ ايه بتعمل ميك اب وبتعمل شعر وبتعمل صح؟ بتعمل ميك اب. طب احنا بنتكلم في قول اتفضلي. بتعمل ميك اب وشعر وايه ثانيه بقى ده موضوع تاني. انت قصدك العروسة يعني بتيجي بشنطتها يعني للعريس كده ما بتعملش اي حاجة؟ لا خلينا في الاول في يوم الفرح وبعد كده هنشوف حوار شنطتها. انا خفت انا لو مكانك ارجع بكلامي. يعني مثلا يعني مثلا يوم الفرح ده هي انت قلتي بتعمل ميك اب بتعمل شعرها تجيب فستان كل ده في حاجة اسمها شادو مان. ايه ده؟ انا لسه عارف الموضوع ده في فرح في شادو مان واحد صاحبنا. اسمع الموضوع شادو مان ده بيبقى موجود مع العروسة والعريس بس هو بيبقى نص الوقت مع العروسة عشان بيسستم لها اليوم يقولها ايه اللي جاي. ايوه ده اللي هو بيجي يقول لك حضرتك التورته دلوقتي جابها صح. ده بيبقى حد معين من الاوتيل. يا هادي انت مش فاهم بيقف يسقف كأن بنته اللي بتتجوز. ده تالت اهم حد في الفرح. ايوه بعد العريس والعروسه. الشادو مان ده ليه بقى بيعمل ايه بالظبط؟ بينظم لها اليوم ولا اي حاجه؟ بيجيب ميه لما لو هم عرقانين وبعدين يقول لا يلا يا فندم. حرام عليك ده بيتعب قوي. تمام وبيقف يزعق بيطلعها على الستيج المفروض تطلع على الستيج. بينزلها وقت المفروض تنزل من على الستيج. بس حاجات مهمه جدا بيبعد عنها الناس لما تكون اتصورت خلاص كتير انف. ايوه ايوه فرح ما يمشيش من غيره. طب عندي سؤال. ما هو برده ما هو ده حد بيجي يعمل ولو العروسه بدات تحس ان فستان تقيل عليها ومش طايقه نفسها بيحاول يفرفشها. الله الله قول لي انت. ايوه طب قول لي انت. ما هو ده بيثبت كلامي اصلا ان هو بيثبت ايه؟ ان هي بتيجي بس بتيجي النهارده. طب انا بس يعني هقول لك على حاجه. بصوا عشان الموضوع ده. ايوه انا حاجتين حاجتين بجد بجد. العريس والجرومز مان اللي مع العريس بجد ما بيعملوش حاجه قبل الفرح غير ان هم بيتبسطوا في الاوضه ويهيصوا. مين قال لك كده؟ ده داخل على اصعب قرار في حياته. صح
والله ايه قرار غلط يعني تبقى عامله ليه؟ انا ما قلتش انه غلط، انا بقول لك اصعب قرار شاب بياخده في حياته. طب ما تخليني هم قرارين الجواز والخلفه. على فكره انتوا عشان عارفين ان انا هثبت لكم بوينت عن ايه تقدروا كل محاوله. انا شايف انك بتدونت على بوينت. انا شايف ان انت اللي قطعتينا ما كملتش سؤالي. انا ما كملتش سؤالي. انا عايز اقول ان الفستان او الميك اب او كل ده بيصب في شكلها، انما العريس مطلوب منه مثلا العريس اصلا يبسط كل ثانيه. ما كملش، لا 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 لا. خليه يكمل الجمله. العريس مطلوب منه في حاجه، في حاجه متضايق، حاسس متضايق. انا ما قلتش حاجه لسه. قول يا عيد. ايوه العريس بقى مطلوب منه ان هو يظبط كل المحاذين بالظبط. فاهمه حاجه؟ اولا الحاجات دي ما بتمشيش كده. تمشي ازاي؟ تمشي ازاي؟ يا العريس بيدفع، ايوه، يا العروسه ما بتعملش خطوبه وبيدفع الفرح نص بالنص، يا العروسه بتعمل الخطوبه فهو قصادها بيعمل الفرح. انت رايك ايه في الكلام ده؟ ايه ده يعني دفع خطوبه؟ انا رايي يعني ان الموضوع ده بالذات هو ملوش قوانين، هو ليه عرف على حسب كل عيله. انا واحد من الناس مثلا برتاح جدا لما اي حد من صحابي يروح والكلام كله بيكون على هتبسط بنتي ازاي، مش على هنعمل ايه وهنقسم ايه، ويعني لان احنا كاولاد هنتصرف. انا وجهه نظري ان على حسب الظروف اللي جاي يتقدم ده، بدام ما هو كده كده هياخد باله من البنت يبقى دي اهم حاجه. اي حاجه تانية مع الوقت، بدل ما انت عايز تنجح كشخص اصلا هيعود عليها يعني. بس ده كلام عقلاني. ما انا عايز افضل عقلاني يا هادي طول الحلقه. انا خايف اعمل كده واعمل كده. بس برضو دايما الحاجات المعينه دي في اي طبقه او من الطبقات بتلاقي ان لو شفت ماديا مثلا الراجل دفع قد ايه في الليله دي ماشي. انا ما بحبش كده بقى في المشروع ده. هو انتوا ليه بتدفعوا العروسه؟ الليله دي مش قصدي الليله دي، مش الليله دي وغير الليله دي. اصل يا بني ادم موجود الليله دي عايزين الناس اللي يعني انا مش عايزه اقول بلاد معينه بس في بلاد تانية. خلينا في مصر ماشي. العروسه بتيجي بشنطتها ان شاء الله. لو بنت في بلاد تانية بيأجروا بيت مع بعض وبيعيشوا بخاتم. ايوه بدل ما تستخدمي مثلا من استخدمي مثلا يعني انتوا دايما البنات بتطالب بمساواه ماشي. طب ما نتساوى في دي كمان يعني ادفع انا مثلا. متساويين؟ لا مش متساويين. لا متساويين؟ لا ما اعتقدش. على فكره هي الشبكه ما تحسبش، ان الشبكه دي هديه العريس. انت ليه ماشي في الشبكه؟ ادي الشبكه. انا بقول الموبايل اللي بيتكسر، الموبايل اللي بيتكسر بعد اول يوم خطوبه، عارفين الكوميكس دي؟ دي بتبقى هديه العريس برضه. اي ديت نازلين هديه العريس. على فكره خلصتوا اولا البنت في الشقه، الشقه بتتقسم. هي عايزين بس النبره بالرحمه. انا مبدئيا الشقه بجد بالراحه. البنت في الشقه، البنت في الشقه، بنت في الشقه، البنت في الشقه اللي بيها، البنت في الشقه بتدفع حاجات معينه. يعني من اللي انا سمعته عشان اختي متجوزه وعشان صحابي، فانا بحاول افتكر، ممكن اكون بقول معلومه غلط برضو، بس يعني ده اللي انا فاكراه، انه العفش الاوضه النوم عليها باين الخشب باين بيقول لك على مش لا لا ايه اللي انا بقوله ده. العريس بيجيب الشقه والعروسه مثلا بتفرش والعفش بتاعها. العروسه بتفرش البيت أيوة. كله كله. أيوة اميره جبتي بوينت معينه. ده اللي انا عايزه اقوله، الفرش هي باتفاقات، الحاجات دي باتفاقات. اصل احنا فيلم عريس من جهه امنيه. الحاجات دي الجوازه باظت من ايطاليا. عايز تبوظ الجوازه؟ الجوازه باظت. يلا ادي احنا بوظنا الجواز تحت انشراح خلاص. الحاجات دي باتفاقات. امين مفيش رول ليه. ما هو لو العفش عليه والاجهزه عليها مثلا او العكس، مين اللي جايب الشقه ومشطبها؟ مين قالك ان العفش معفن؟ ايه؟ مين قالك ان العفش معفن؟ العفش بقى غالي. انت عارف الكلام ده؟ بس مش بتمن شقه بتشطبها. انت نزلت الماركت شفت؟ بصراحه لا. بس يعني طب انت نزلت ماركت شفت؟ شفت يا اخوي. طب ايه بقى؟ شفت بذمتك متكافئه؟ لا طبعا. وهي ما اعتقدش ان هي المفروض تكون متكافئه 100%، مع ان يعني رايي برضو ان في الظروف اللي احنا فيها دي لازم ما تكونش زي العرف اللي بيبقى ماشي دايما، بس مش رايي ان برضو ان هي تكون متكافئه 100%، غير لو ده باتفاق. لا الاسعار مرعبه دلوقتي، كل حاجه غاليه، كل حاجه. خش على حاجه غير الجواز. طب الحاجه الثانيه الست عامه او البنت يعني لو قررت، خدت قرار، وانا هنا بنتكلم يعني مش قصدي حاجه يعني. بنتكلم عادي يعني. مش باكل ليه؟ طيب انا هناكل اللي تشوفيه هنعمله. والله تشوفيه هنعمله. كل بسرعه ستريس ايتنج اللي هو يلا اللي طلع بقى. كنت عايز اقول لك ان هي لو البنت، هسالك انت بس الاول، البنت لو خدت قرار ان هي مش عايزه تعمل حاجه
خالص عايزه تقعد في البيت بس ما تشتغلش ما بتاع ده اوبشن. محدش في المجتمع يقول بص والنبي بص قاعده في البيت ازاي. عادي وكمان وستيل بتتعب بيكمل السواقه. ايوه لا ما هو حتى لو هي قاعده في البيت وفي حد بينظف وحد بيعمل كل حاجه وجايبه ناس تعمل كل حاجه برضو مش لوم عليها. صح. الراجل اللي قاعد في البيت ده شتيمه طبعا. ما بتشتغلش انت طبعا. فرايك ايه في الموضوع ده؟ هو في الاول وفي الاخر موضوع ان الست تشتغل او لا دي هي حره فيه يعني بجد مش دبلوماسيه ده بجد اللي انا شايفه. هي دي حاجه هي حره فيها. هي عايزه تشتغل فدي حاجه ترجع لها لو هي اختارت ان هي تبقى ستي ات هوم مام او اللي هو بتقعد في البيت برضو دي حاجه ترجع لها. انا بس سواء هنا او هنا اللي هيبقى فارق معايا ان انا مثلا انت عارف شغلنا عامل ازاي 16 18 ساعه شغل وبرجع ميت اخر اليوم. انا اللي هيبقى فارق معايا انا كخالد ان مين هيبقى موجود لو جبنا ولد او بنت يعني مين هيقوم بالدور التربوي في البيت وانا مش موجود. دي الحاجه الوحيده اللي هفكر فيها. لو هي مثلا شغلها اللي هو 9 to 5 جوب وبتروح وعارفه تاخد بالها تمام بس في حته تشتغل او ما تشتغلش هي حره. الراجل بقى في مجتمعنا احنا زي ما انت بتقول شتيمه. الراجل هو رب العائله ورب المنزل وهو لازم يشتغل لازم هو اللي يكون لازم الكارثه هو اللي يحلها يعني. مثلا بنت مثلا عربيتها هيطلط ماشي شفت المنظر ده كتير واحده واقفه جنب عربيتها بتعيط 20 شاب بيقف وراها اللي بينزل عارفه الاعلانات اللي هو تلاقي العربيه اترفعت والاربع كاوتشات اتبدلوا وبتاع ولد بقى خليه يقف يعيط جنب عربيته كده اتفرجي بقى ده هيتصور هينزل هتبقى دي حاجات ستيري تايب في مخنا. ممكن لو واحد واقف لوحده على الدائري الساعه 12 بالليل اكيد في بني ادم هيحس بيه وينزل يساعده بني واحد آدم. ولا 20 بالظبط ايوه يعني مين قال لك ان البنت بيقف لها 20؟ لا انا متاكد شفتها بعيني انا واحد من 20 بقف انا عارف انا بقول لك ايه يعني. عارفين الاغنيه بتاعت عمرو دياب بتاعت حلوه البدايات؟ بعد كده الموضوع بيخش فيه ملل وزهق وبتاع. هي البدايات كمل عايزه ايه؟ اتفضلي. موضوع البدايات ده هي اكيد في الهاني مون فيز. انا وهي على فكره عندنا اتنين هو ايه ده؟ عشان اكلت ده المفاجاه دي صحيح صالون محمد الصغير قاعدين هنا دردشه مع الهادي يعني دي مثلا تخيلي وانا مثلا حلقه مختلف مثلا اسلام ووليد هي مش سامعاك بس يعني وانا بقعد بكلم طه كده ببص لقيت شريف نجيب مثلا هيبقى ايه الموقف؟ هتبقى غريبه قوي. معايا حاجات كتير هو لسه في حاجات غير ده؟ ليب لاينر واتس ان ماي بوكيت عارفين واتس ان يور باك؟ ايوه واتس ان يور بوكيت احنا في حلقه توكا ماشي طلع سندوتش بقى حاسة تطلع تسريحك بالظبط حطيت تفرش تكبر كده فاهم؟ اكيد مش هتغسلي اسنانك دلوقتي في ورشة سنان بقى اللي بعدها ده ليب بام ايه الفرق ما بينه وبين الاولاني الليب ليب لاينر انت سوري سوري جهل يعني انا ليا واحد صاحبي ما كانش مصاحب واحنا اصلا يعني ما بسمعش عمرو دياب قوي بصراحة بعد كده نزلت له في مره زمان كده فنزلت ركبت مع العربيه لقيته مشغل كان صاحب بقى نزلت مع العربيه لقيته مشغل عمرو دياب بقول له ايه ده انت بتسمع عمرو دياب قال لي ده طالع جامد فاهم انا بس فاهم المزيكا بس ما كنتش فاهمه ايوه فاكتشفت ان لا في اغاني انت بتبتدي تكتشفها لما بتخش لما تخش في علاقه بقى تبتدي تفهم اللي هو الوجع بقى بتاع الغياب اول يوم عاشور يبتدي عمرو دياب يبقى ريليفنت بالنسبه لك يبقى شخص بيقول حاجه ليها معنى ففي اغنيه بقى بتاعت ماي كساب اللي هي شيل ده من ده يرتاح ده عندك شيل ده من ده يرتاح ده عندك انتوا مؤمنين بدي ولا بتحبوا ان الحد يفايت للعلاقه دي يعني في حاجه مفايت ليها اصلا ولا لا ما هو ده السؤال بقى في حاجه اصلا ورث للناحيه هو دايما بيبقى فيه الحب بس هل ده كفايه الحب لوحده مش كفايه طبعا طبعا لازم يبقى في حاجات كتيره قوي الحب ده احساس قوي او مهم وكل حاجه بس في بقى حاجات في ازاي هتتعايشوا مع بعض بحسها اهم من الحب بكتير في اتنين بيحبوا بعض بس عارف لازم الحب ما قتل ما ده نوع حب أيوه. في نوع حب اللي هو توكسيك بالظبط في رول حلو كده اللي هو بيقول لك ما يعني ايا كان مين اللي متضايق
ما تسيبوش ينام متضايق. التاني ما يسيبوش ينام متضايق. انا بعشقها. انا ضد الرول دي. انا ضد الرول دي دلوقتي يا عم هادي. انا وانت متخانقين. استني بس. متخانقين الساعه 2 الفجر. انا وانت ايوه متخانقين مع بعض. ما صحيناش من النوم. بالراحه 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 بالراحه. نقطه نظام احنا مش في المحكمه دلوقتي. احنا دلوقتي انا وانت يا هادي اهو. انا وانت اتنين اصدقاء اتخانقنا مع بعض دلوقتي. ايوه الاحسن ان انا وانت نتفاهم وانا وانت متعصبين ولا نستنى لبكره؟ لا ما هو مش بيقول لك اتفاهم. بيقول لك عارف لطف وحتى عن عدم اقتناع. ده نفاق. لا اللي هو بتاع ايه اللي هو اتخانقنا مش عارف ايه. طب تصبح على خير عارف انت الحاجه. ماشي بس مش هصلح يعني وبحب كده يعني ما تخليش يعني في ناس اللي هو بتقوم قافله في وش بعض السكه وتخش تنام. لا طب اللي هو في الاخر كلمه طب حاجه حلوه. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ ايه ده انا مقتنع بيه 100%. ماشي كده وانه بقى نحل المشكله بكره. بس انا في ساعات بجد ما بكونش حتى عارف اعمل دي. يعني انا دايما بحب برضو اللي هو ايا كان الزعل سيبك ان ده ممكن مش ضروري يحصل بس انا بحس ان ده الصح. ايا كان الزعل ايه اللي هو لازم ما يدومش او ينجز صح يتنسي نتكلم فيه ونقفله بس يعني. انا واحد من الناس بفرقع في ساعتها ما بشيلش جواه. يعني في ساعتها تلاقيني يعني عليت قوي 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 بس بعديها ولا كان في حاجه حصل. فما اعرفش ده يعتبر امس ولا يعتبر ان هي بس في ساعتها بطلع اللي انا حاسه. لا مش دي. لا ده كده حلو. طلع وتهدى ساعتها. في ناس بقى اللي هو تقعد متضايقين اسبوعين. لا 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 عارف انت الحوار ده طول البال دي. طول البال بس في ناس كده. لا ده واللي هو تلاقيه دايما يعني اسبوعين هو في البيت عايش في الدور. لحد وهي برضو في ناس. انا عامه في الحياه عامه مش ما بعرفش ابقى كده. انا لو انا قاعده في حته ان في ناس عارف ليه ما تعيطش قدام حد. انا مثلا دلوقتي لو انا قاعده هنا مكاني دلوقتي وانا عايزه اعيط ومخنوقه من حاجه مش همسك عياطي. انا بشوف ده هيلثي بالنسبه لي. ايوه ده حقيقه. بس ده برضو البنت تقدر تعمله الولد ما يقدرش يعمله خالص. ده برضو ليه علشان المجتمع. ما هو عادي عادي عيط. ايوه بس تخيليها كده. انا بالنسبه لي الماسكولينيتي لما الراجل يكون ايموشنال. هو عادي ان الراجل يكون ايموشنال بس هادي اللي بيتكلم فيه يعني. احنا من واحنا بيبيهات بيتقال لك انت راجل ما ينفعش تعيط. بس ده اتغير. انت... ما بقيناش كده قوي في الزمن ده صح. لا بيبقى موجود قوي. لا برضو موجود قوي. فالراجل هيعمل ده بس المجتمع هيشوفه بطريقه لان ده اللي هو اتنشأ عليه. انت راجل ما ينفعش تعيط. انت راجل ما ينفعش تعمل مش عارف ايه. وسيبك من العلاقات كمان هو في كتير قوي بنات في الشغل بتضغط عليهم الشغل يعيطوا على المكتب عادي. بتحصل. مره عيطت في حمام الشغل. ايوه خلي راجل يعيط في شغل يعني هتبقى صعبه. يلا مالك في ايه فاهم. او حتى لو اللي هو طبطبوا عليهم معلش وبتاع يروحوا بينهم وبين بعض لا الواد ده خفيف. هيبتدي ياخد صفات اللي هو ده مش بتاع شغل. ما تقلل على البنات برضو. انت حد حساسه قوي ما يتقلقش. لازم تبقى حساسه قوي. ما على فكره الجمله دي في الزمن ده بقت عيب. لازم تكون حساسه قوي. أيوة يعني. الجمله دي بقت في الزمن عيب على فكره بتتقال كهنا. ما تبقيش حساسه قوي ده في اي حاجه. أيوة. حتى برضو في العلاقات لا انت حساسه اوفر. الجمله دي اصلا ممكن تخليك تنفعل. التفاصيل بقى. هو انت ما شفتنيش يوم لما خرجنا من 3 ايام لما عملته. لا لما عدت واحده مثلا لابسه مش عارف ايه فقلت لك ده حلو ليه ما جبتوش بقى فاهم اللي هو كده. ده اوفر. بس البنات بتهتم بالتفاصيل اكتر فعلا. ليه اصلا البنات بتهتم بالتفاصيل؟ ليه اصلا؟ عشان البنت مظهرها في مجتمعنا بقى مش مجتمعنا احنا في اي مجتمع مهم اكتر من الولد. يعني لو بنت مش عامله ضوافرها كويس اي ايه ده بص ضوافرها عامله ازاي يا وكده. الولد عادي ممكن يكون مكحرت بضوافره. انا بقول اللي اكتر كده. طب بقول لكم عايز العب لعبه كده ممكن كل بقول لكم ايه سهل. انتوا الاثنين تبصوا على ضوافركم دلوقتي حالا. ماشي خلاص. لا خلاص عامله ضوافر. لا اصل في لعبه كده بتقول لك ان البنت هتبص على ضوافرها كده والولد هيبص كده. لا انا كنت بوري الكاميرا. بوري الكاميرا مش عارف انا مره حد قال لي كده فبقيت انا ببص كده عامه كده وكده كده يعني البنات عندها الولد بيتغزل فيهم البنت اللي هو ماشي معلينا. معلومات قد لا تهمك. بس انا بحب الضوافر حاجه مهمه بالنسبه لي بقى. أيوه. دي انا كهنا اهو عشان انت بتقول مش شرط كبنت وولد. انا بقول مش شرط الولد يبقى مبهدل. ايوه مش شرط بس قصدي مين اللي هيبصوا اكتر لو عندها ضوافرها شكلها مش حلو. لو انت قاعد في قاعده ايد مين اللي هتنتبه لها التفصيله دي. ما انا بقول لك دي الشعر الولد حالق ما
معظم يعني البنت هتبقى تفاصيل اكتر، فطبيعي البنت عشان اوريدي في تفاصيل اكتر مهتمه بيها، عشان في تفاصيل اكتر مهتمه بيها فبيبقى عندها دايما بيبقى عندها دايما انت بقى ازاي ما خدتش بالك من التفصيله دي اصلا. رحت مثلا عملت ضوافري ايوه لا في عملت ديزاين حسابات احنا بالظبط هي دي لو عملت ضوافرها وعملت ديزاين اللي هو انا عملته درجه البينك اللي كنت عاملاها امبارح لا دي درجه أيوة. افتح سنه ده بالنسبه لكم لونه ايه؟ لونه عادي جميل عادي يعني اللي هو ما... ايه؟ لا بجد لونه ايه؟ مش عايزه تقولي حلو ولا مش عارفه انه حلو لونه بينك او لون الجلد وانت ده لونه ايه؟ يعني لون نود أيوة. لا اولا اسمه بصوا بقى التفاصيل اتعلمت غلط اصلا امال ده ايه بس هو في كده بس غلط اصلا بس هو بالمناسبه خليني بس اقول لكم ده لونه ايه عشان تعرفوا طب احكي حدوته احكي حدوته معلش واقفه بزوري ملكي جليز ده ايه ملكي جليزد ماشي وانا ينفع اشرب مع الكاميرا عادي لا اصلا موضوع نود ده اللي هو انا مره كنت بعمل فاشن فيلم وانا مش فاهم اي حاجه بقى دخلت على الجروب دخلوني على جروب كده في بقى موديلز والفاشن ديزاينر ومش عارف ايه فلقيتهم بكره وفاشن ديزاينر جريء وبتاع لقيتهم بيقولوا بكره يا جماعه هنلبس نوت توبس مش عارف الله 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 رايحين فين الفاشن شو ده عامل ازاي اكتشفت انه لون ايوه انا اكتشفت انه لون مثلا من 5-6 سنين ولا لون سكن يعني كان بالنسبه لي ماشي اتفضلي اتفضلي بقى كمل لا انا قصدي ان بصوا دي تفاصيل انتوا عمركم ما تفهموها عشان كده احنا بنهتم اصلا انتي معلش اللون ايه بقى انا ما اعرفش اكرره ملكي ويه ده ملكي وفي دونتس باين لا في حاجه في حاجه مش دونتس مش ملكي ده ملكي جليزد هو زي الدونتس وحاجه قلت حاجه لانه عامل زي الجليزد دونت بصوا دونت قصدي فاهمين مش شمر يعني ايه شمر لا لو مش شمر يعني لا مش شمر انا كنت فاكره شمر هو شوف يا جدع لو كان شمر كنا عرفناه على طول مش جليتر يعني ايوه بيتعمل بحاجه اسمه شمر الجليتري بس انا فهمت بيتعمل بحاجه اسمها كروم بيتعمل بايه ده لو بتحطي زي طبقه اللي هي اسمها ايبوكسي كده بوكسي ما علينا بوكسي اللي هي تلمع كده بعد كده بيجي حد يصنفر صح اللي هي بتدي طبقه ايوه زي شفافه اولا كدا. في ناس بتحب تحط ضوافر فكره لك بين بس انا بعمل على ضوافري عادي في ناس بتركب ضوافر دي اسمها هارد جل ها على ما اعتقد ان انا برضو في حته البنات دي التفاصيل دي ما بتعرفش احنا بقالنا شومير لا عشان انا ما بعملش انا بعدت البنات لا مش فاهم قصدي في الحته دي لان انا مش عارف الهارد جل عشان عمري ما عملته عشان عمري عملت الهارد جل ده فانا مش عارفه لو ده الهارد جل ولا الضوافر اللي اسمها هارد جل انا ما اعرفش غير الجل الجل انا ده طب ده الشيب ده اسمه ايه ده شيب ضوافر لا الشيب بجد مش عايزه اختار يو ده بقى بيضاوي يعني على شكل ده الموند ايه الموند الموند ايوه على شكل الموند ده الموند فايتنا كتير والله العظيم والله فايتنا كتير بس الحمد لله في باليرينا الحمد لله ان احنا انا بروح عند الحلاق فوطه سخنه وفوطه ساقعه وبيدلعني انا عندي بس سؤال عايز اعرفه هو اللي بيحلق في حاجه كده عايز اعرفها هو الولاد بيعملوا فتله ساعات في بشوفهم جنبي واحد عمال قفش دماغ واحد شغال بشوفه جنبي انا بعملش والله انا متاكد انا بعملش عشان يفصلوا بس اللي هو اي شعر ولا عامه اي شعر بيطلع على الوش بيقولوا احسن تشيله بفتله عشان ما بيطلعش تاني بسرعه بس انا بالنسبه لي يعني المكنه دي احسن من ان واحد عمال يعمل لي كده يعني تمام جدا يعني بقى لو واكل حاجه ولسه الريحه في ايده يا لهوي عارف في رقصه بتاعه محمد هنيدي وش جرام كان بيقعد هو والابن كده تحفه يعني عارفين ايه احلى حاجه كانت ايام الكورونا بس ان واحنا في البوزيشن ده كبنات كانوا بيبقوا لابسين كمامات فمش بتحس بقى لو واحده واكله حاجه ولا لا طب هي بتعمل الفتله ازاي بالكمامه؟ ايه؟ عشان اسف يعني حوار الفتله ده بيتعمل مش انا اللي هبقى لابسه الكمامه ايوه الست اللي لابسه ازاي بتعمل مش ازاي بتحط البقاق بترفع البتاع سنه ايوه ماشي طب ماشي مش مشكله يلا عادي والله كل حاجه هتقوليها احنا موافقين احنا موافقين بس عم يعني التفاصيل دي يعني انا ما اعرفش انت ايه علاقه يعني ايه الضوافر في حياتك ايه ما تمثل الضوافر في حياتك انا بالنسبه لي طالما مقصوصه نظيفه شكلها مقبول بالظبط تمام بس خلاص ضوافر تمام جدا الولاد اللي بيبقى بين اللي بيطولوا ضوافرهم سنه ده بحس عايز ارجع ولاد ولا بنات الولاد لا عارف اللي هو بيبقى اللي هو كان الفرنش باين
الفرنش ستيب الفرنش هنفهم دلوقتي استنى بس ده لغه احنا عايزين احنا نفهم قصدي يعني ايه عارفين لما الضوافر تطول عند البنات فبيبقى فرق اللون اللي على الجلد فارق فحد فاهمني لما بيبان عند الولاد بيبقى منظر مقرف لا هي اصلا سالت حد فاهم فرده تسع بنات فاهم حد ولد فاهم لما فاهم يا شباب يعني ايه فرنش الراجل هنا عارف ايه فرنش لا غير اللغه هو مش بيبقى فرنش انا قصدي عشان بيبقى شبه شبه الفرنش شبه ايه في الفرنش النطق يعني عايزين بجد تعرفوا الفرنش ما هو الفرنش الفرنش نيل بولش بيبقى شايبان هنا دلوقتي عشان انا حاطه لون كامل بس بيبقى مثلا انت حاطط ترانسبيرنت او ملكي بتيجي تقوم عامل يبقى ابيض الخط الابيض ده أيوة. اسمه فرنش ده حلو ولا وحش فرنش نيل بولش ده حلو ده نيل ده نوع نيل بولش سيبكم منه انا باخده كرفرنس كرفرنس لايه بقى الولد لما بيسيب يبدا يسيب ضوافره تطول سنه حتى لو مش طويله قوي عارفين لما يبدا تخرج بره الجلد ايه القرف اللي انا بقوله ده فهمتك فبس لما اللي هو العادي حتى لو نضيف طويله اسمها فرنش دي اسمها فرنش لا اسمها تمام تمام طب ايه يعني مثلا يعني برضو الحلاق بالنسبه للحلاق يعني لو عايزه تعرفي الرجاله بتعمل ايه في الحلاق اللي بيتدلع قوي اللي هو لو ظبط لو النهارده فرحه والله العظيم بجد لو النهارده فرحه يعني هعمل بقى ماسكين كده ويجيبوا له بتاع اللي هي بتقعد بتخنق دي فاهمه عارفه البخار صح ايه اقصى حاجه عملتها عند الحلاق اصلا يعني اقصى مده قعدتها عند الحلاق لا في مره قعدت 3 ساعات تمام وقعد بقى بص وقول لي بعدها المناسبه كده طيب. كده مناسبه اهم مناسبه في حياتك يعني للاسف رايح في يوم عادي جدا بس هو استلمني قال لي اوف انت شعرك مقصف قوي انا هحط لك عليه حاجه اسمها بروتين قلت له ده بيعمل ايه قال لي بيعالج الشعر لقيت شعري عامل كده اقسم بالله لقيته عمل كده زي الاناناس قال لي لا 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 انت دقنك محتاجه زيت مش عارف ايه قلت له حط حطيت شفتك اليوم ده فاكره قال لي حط بقى ماسك مش عارف بزيت مش عارف ايه وهنعمل مش عارف ايه وانا قاعد اقول له حط ايوه تمام انا بقى عامل حسابي على كل الدلع ده ايه هدفع 500 600 جنيه رحت لقيت 3000 جنيه ده كنت بتحلق فين يعني انا بحلق في المعادي اصلا اسمه جيمي حماد مش عارف جيمي حماد 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 خطير ما بفتحش بقي بكلمه انا انت بتقعد بخش اقعد بس كده هو بيظبط عارفه حتى بيقوم عامل لي كده وانا معاه جثه كده معايا كان تعال كده يعني هو كان بيحب الكوره قوي انا احلق ولا ايه حد هو بيغسل شعره عند الكوافير بيبقى عايز ينام قصدي الحلاق يعني اصل احنا ما بنطولش قوي انت مش فاهمه احنا ما بنقعدش كده واللي هو بيدلكنا هو شويه ميه ساقعه ويلا في بخاخه عندكم بخاخه لا الميه الساقعه دي في الاخر عشان تقفل المسام عارفه البخاخه السيرم السيرم اللي فيها ميه ايوه عارفاها بس عارفة. ما اعتقدش لما بتنزل على قفاكي لو شعر لو الواحده اعتقد بيستخدموا البخاخه دي لو انت غاسله شعرك في البيت مش تغسليه هنا فبيبقى دامب شويه فعايز سوري عايزين يخلوه دامب اكتر عشان لو نشف فبيعملوا بخاخه صح رطب عندي سؤال ده مويست لا مش مويست بيبقى مندي مندي ده مندي يا سهلة بيبقى مبهول شوية على فكرة أنا بس مش عايز بس يبان أنا بس دي بس ما كنتش عارفاها ما بحبش بقى جو إن أنا أكيد مش عارف أقول حاجة بالعربي لا لا ولا بالإنجلش قصدي أنا مش هذه الشخصية عارفين والله أنا مش عارف أتكلم عربي عارفين بقى بتعصبني قوي إيه البنات اللي تقول مش أنا مش عارفة انا مش اعرف انا مش عارف اعمل كده مفيش لغه كده يعني حتى انت لو جاي من امريكا مش هتقول في بقى بنات ده بالعكس اللي جاي من امريكا بيحاول يتكلم مصري قوي على فكره يعني انا في حاجات في البنات بتعصبني كتير قوي برضو زي ان انا مخايده المقاطعه مثلا لا بهزر مثلا انا اسف اللي جاب المقاطعه بالبنات عشان هو كان الراجل بيتكلم يعني مثلا بدي بالدايه مثلا على فكره انا مغنش بالي لا عادي عادي ما انت من اول حلقه مش واخده بالي لا والله انا بهزر لا انا اصلا عايزه امشي للدرجة روحي يعني في ناس اعرفها يعني وفي ما اعرفهمش كده برضه طب قولي وخلاص ماشي بتتكلم عادي قوي كده يعني بص انا بس بتكلم معاكي ازيكي هادي عامل ايه الاخبار هكلمك بقى في التليفون الو هاي هادي عامل ايه اي 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 يا بالنسبه لهم هم يا عيام كده يا ده انا بالنسبه لي اللي بتغير صوتها دي ايه ده بتعملي كده ليه هرجع فاهم قصدي جدا انتوا بتحبوا لما بنت تغير صوتها لا بس لو ما احنا مش عارفين ان هي مغيره صوتها بالظبط كده يعني في طريقه كلام بتكون لا في فرق بين ان انا ام بينج فيمينين وبتدلع ايوه ما ده في فرق بين
ان هي صوتها كده مع اي ولد تكلمه يعني ده صوتها لما بتكون قاعده حوالين ولاد لكن هي قاعده معاكم كبنات عادي عادي انا عايزه كل انا جعانه عايزه كل سندوتش جبنه مثلا. طب في حالات لا قدر الله يعني الانفصال مين بيموف اون اسرع؟ عندي اجابه تحفه بس جاوب انت الاول. انا بشوف ان البنات وعشرح لي الرجاله هتسرق الـ 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 الدراسه اللي انا عاملاها غالبا لا يبقى خليني احكيها انا. طيب لا لو هي اللي انا اقولها كملي معايا عادي هنشير الدراسه. طيب سرق الجمله. الولد بيصحى تاني يوم من البريك اب تمام اخر دلع دلعشة انا بس دلعشة انا لسه بنتكلم فيها انا وهو والله بيصحى تاني يوم تمام زي الفل بيخرج مع صحابه بينزل بيروح يخرج بيروح يعمل مش عارف ايه واللي كان حابس نفسه عنهم بالظبط كده بقى فك بقى عشان شرية. يبقى وافي عشان يبقى وافي خلاص انا بقى عايز اكمل الباقي لو تسمح عشان دي دراستي كملي دراستك بيبان انت بتعيدي دراستي من الاول لا كملي ما انا لازم اشرحها بطريقه هو ليه بيبان كده ان الولد بيموف اون اسرع عشان هو بيبقى مبسوط انسون زي خالد ما قال البنت بتاخد وقتها في زعلها بتاخد وقتها ان هي تعيط والله العظيم ما بيفرقهاش منظرها ان هي بقى يا جماعه بصوا دي زعلانه دي مكتئبه دي ما اعرفش ايه بتفضل تزعل 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 ممكن تاخد 6 شهور 8 شهور سنه بس اي مين ات سام بوينت مش تبقى زعلانه ولا عايز تعيط ولا اي حاجه خلصت. الولد بقى بعد سنه الولد بعد سنه ايه ده دي وحشتني يبتدي بروسس متاخر قوي هي من اليوم اللي بتسيبه فيها وبيسيبوا بعض فيها بتبتدي البروسس ده خرجت طاقه الزعل كلها بالظبط والذكريات الحلوه واللي مش عارف ايه وده كان بيقول لي كذا وازاي انت بقى تيجي كولد بعد 6 سنين ممكن او بعد كام شهر بيجي له وقت بيتساب لدماغه بالزبط. يعني فاهم قصدي طب ايه الغلطه اللي هي لا تغتفر في رد طبعا كله بيقول كله بيقول قولي رد الكليشيه وقولي حاجه ثانيه رد الكليشيه خيانه ايوه ماشي ايه بقى الحاجات التانية يعني البخل مثلا البخل لان كما يقولون البخيل في فلوسه وبخيل في مشاعره الشاعرة هنا الألفي 2024 دي جملة أول مرة أسمعها دي سمعتها قبل كده ولا بس مش عارف ليه حاسس أنا بسمعها على طول حاسس إن اللي مألفها كانت واحدة بتدور على فلوس بالظبط كده اللي هو بخيل في فلوس وبخيل في مشاعره لا بس دي معروفة فاكرني جول ديجر ولا حاجة على فكرة دي معروفة الله بس هي معروفة اتقالت في أفلام لا واحدة جت قالت لك أنا عايزة منطق اللي أنا بعمله ده فخلاص بقى البخيل في فلوسه بخيل في مشاعره والله اصل دي شخصيه دي شخصيه صح وبيبقى اناني شويه هيبقى اناني طب ايه الخيط الرفيع قوي اللي بين البخل وعايزه بقول برضو الغلطه اللي لازم تصفر نرجع لها بس ايه الخيط الرفيع قوي اللي بين البخل والحرص حريص لا هي ما هي ما فيش حاجه هو يا بخيل يا طب نرجع بقى لاول سؤال هو نرجع لاول سؤال هادي ساله الراجل ده بيبقى مطلوب منه ان هو يامن البيت يأمن الولاد اللي جايه لما يجي هو يخش بقى في العجله دي نفسها تمام يأمن له بيت عشان يتجوز فيه ويساعده في جوازه والراجل نفسه بيكون عليه مسؤوليات غير الام صح فانا مش ضروري لا في امهات بتعمل حاجات كتير قوي مش قصدي بس الدور الاكبر للاب ففي حاجات كتير قوي يمكن يكون مش معنى كده ان هو موتك من الجوع وحبسك في البيت وما بتنزلوش وكده بس في شويه حاجات يمكن هو عامل حسابها مش حابب يقولها لك الست دايما لما بتبين انا ب 100 راجل انا 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 هسد معاك في ده وهسد في ده وانا اقدر انا اقدر اقف مع العمال اعمل ده انا اقدر لما تبين ان هي تقدر تعمل كل حاجه لا اراديا زي ما انت لو متعود ان صاحبك اللي على طول بيصالحك فعادي مش هترد عليه مره اتنين ما هو كده كده طيب مش بنيه وحشه بس قصدي هتبقى متعود يا ده انا عندي مشوار ده انا مكسل ده انا هبعت مراتي تعمله مش قادر يا ده انا لا اراديا مش موجوده كتير ما شفتهاش هي موجوده على فكره بس حاجه في الايكويشن غلط موجودة. في حاجه في المعادله غلط الاكزامبل ده انا اعرف ناس كتير يعني اللي هم بيساعدوا في البيوت اكزامبل ان جوزها قاعد في البيت بالعيال واكزامبل جوزها بتروح تديله الفلوس جوزها بيشتغل وبيساعدها هو معلش يبقى راجل ما عندوش 60 دم انه ينزل مراته تشتغل في بيوت الناس او تساعد في بيوت الناس وهو قاعد ننقل جوه بقى وجوه نتكلم في مواضيع شائكه اكتر من كده يلا بينا يلا. انت بتلعبيش بلاي ستيشن صح
لا بلعب. تلعبي؟ اقول لكم بلعب ايه؟ بلعب بلاي ستيشن جدا. فاكر عندي بلاي ستيشن؟ انا جيمر عامه بس بقى مش فيفا. لاست اوف اس، انشارتد، تحفه. طب احنا عندنا جوه فيفا بس تمشي حالك. بنلعب انا وانت ماتش كده بس. ديسكليمر، انا ما لعبتش فيفا 24 اللي احنا داخلين نلعبها. ديسكليمر. يلا بينا. شكرا. انت بتلعب بمين؟ بلعب بسيتي. بتلعب بسيتي؟ انا بلعب بريال مدريد. بس انا بشجع مدريد بقى اصلا. انا بقى ما بشجعش مدريد. بشجعش مدريد. بشجع مين؟ انا زهقت. فانا ماليش انتماء اوروبي قوي يعني. بشجع صلاح. انا بشجع ليفربول. مين انتمائك المصري؟ انا حاسس ان انا ثيرد ويل في الحلقه دي. هو احنا لسه لحقنا؟ احنا لسه بنختار. عايز اقول لكم ان انا زهقت من دلوقتي اصلا. بكره فيفا دي يا جماعه. انت ليه مثلا مش جايب كراش المره الجايه؟ دي ثقافه الشباب من ايام ويننج 11. فاكر ويننج 11؟ ايوه. ثقافه الشباب ان احنا بنتجمع يا اما في انترنت كافيه سايبر. يا سايبر جاي. ايوه سايبر. مش احسن من نم بالظبط؟ بام بص دي بام. لا عندي بقى، عندي بقى ليكو تيست كده بيوري انتو توكسيك في ريليشن شيبس ولا لا. خلاص وانتو هتوافقوا يا مش هتوافقوا مع العباره الاتيه. ان الولد يبقى اوفر فريندلي مع اي بنت. اوفر فريندلي. صح ولا غلط؟ شايفينه يبقى صح؟ دي ريد فلاج يعني قصدك؟ يعني شايفينه يبقى صح ولا غلط؟ ديفاين اوفر فريندلي. اوفر فريندلي مع اي بنت. اوفر غلط انا رايي. هو ايه اللي ايه السؤال اللي فيه مطاوله؟ فريندلي بحدود ولا فريندلي بايه؟ وانا ما قلتش فريندلي بحدود. انا قلت ان الولد يبقى اوفر فريندلي مع اي بنت. ما انا مش تدينا موقف. لا هو ده، هو ده السؤال، انه يبقى اوفر فريندلي مع اي بنت. لو مش حاطط حدود يبقى لا مش صح. تاني. طب هي البنت دي متربيه معاه مثلا، عارفه اللي الحاجات دي؟ يبقى اوفر فريندلي عامه مع اي بنت. اوفر فريندلي وذ اني جيرل. ما ده مش حلو ان انتوا تكذبوا على الريليشن شيب ستاتس بتاعتكوا مع اي حد مش شخص بنت على الفيسبوك. نعمل ايه؟ اتس كومبليكيتد. ان انتوا تكذبوا على ان انتوا يعني في ريليشن شيب ولا لا. تكذبوا تقولوا انا مش في ريليشن شيب. بس مش لازم لبنت بقى، قصدي مع اي حد، مع عيلتك، مع صحابك، مع واحد صاحبك تقول مثلا ان انت مش متجوز مش خاطب. ساعات الظروف بتكون غصب عنك. ممكن اهلك او اهله مش متقبلين. لا من صحابكوا. لا عادي. لا ما تلاقي عادي. لا لا ما تلاقيش. ما تلايش. دونت لاي. طيب ان انتوا تو كومبلين او تشتكوا كتير على البارتنر بتاعكوا لاصحابكوا او لاي حد لعيلتكوا. ان انتوا تشتكوا كتير تو كومبلين كتير على يور بارتنر مع عيلتكوا مع صحابكوا مع. هل ده صح ولا غلط؟ مش صح. حلو. مش صح. انتوا لغايه دلوقتي مش توكسيك. طيب ديليتنج مسجز على تمسحوا بقى المسجز من تكست انستغرام واتساب اي حاجه ايا كان بقى مسج مع مين ان شاء الله سواه. بس يعني تديليت المسجز عامه. هو ليه اصلا حد يمسك تليفونه؟ انا ديليتت ليه؟ ما لا مش حد يمسك تليفونك. ان انت تديليت انك كونستنتلي بتديليت المسجز. متعود ان انت تمسح المسج ودي بتوصل للطرف الثاني يعني. لا بكلمه هيعرف انها ديليت. هل دي حاجه توكسيك في الشخص؟ انتوا مش فاهمين برضو يعني ان انا ببعت حاجه وببعت. هو ده مخبي حاجه اللي بيديليت ده صح؟ يعني غالبا. ايوه انا شايفه كده. يعني انتوا شايفين ان يو ديساجري ولا يو ديساجري؟ في شباب اتكلموا معايا في الموضوع ده ان اللي هي هتشوفه هيضايقها فالاحسن ان انا امسحها. لا طبعا. لا طبعا. وجهه نظر. ممكن. طب هسالك سؤال. ها انا بدليت حاجه انا كاتبها ولا حاجه حد كاتبها لي؟ ايا إن كان انك تمسح مسج من على تليفونك. ايوه يعني من لا يحب. مريبه في حاجه طبعا. في حاجه صح. طيب دي بقى ده ركزوا قبل ما تجاوبوا. تعملوا لايك على ستوري لبنت غير يور بارتنر على انستغرام. ستوري بس كده ولا ستوري هي لايك على ستوري مش لايك على بوست؟ أيوة بتفرق. ما انا هقول لك هتفرق. الستوري دي ايه محتواها؟ كوميك يعني. هي واخده سيلفي. هنا تفرق. هنا تفرق. هنا تعدي. ما السؤال وطرني. بص لو واحده عامله شير لكوميك الحمد لله. لو واحده عامله شير لكوميك نلايك عادي. ايه اللي فيها مبنى؟ لا بقى سؤالي موضح. سؤالي انا فاهم. هي واخده سيلفي. أيوة. كده في البدايه. أيوة. شايفين ان صح تعملوا لايك؟ لا مش صح. لو شكلها حلو ايه المشكله ان انا اعمل لها لايك؟ وانت هادي. لا بجد انا هقول لكم حاجه. انا اسف الاجوان وحشه اصلا. بجيبها رايك انه لا شباشب. فكره انه ايه؟ انه لا اصل ممكن اقول لك على حاجه. انا مش انتوا بتقولوا في حاجات البنات عارفينها زي ما انتوا عارفين حاجات بينكم وبين الولاد. البنت دي لو عارفه ان الولد ده في ريليشن شيب مع اكس مثلا خلاص
وعمل لايك على سيلفي ليها مثلا البنت عارفه ان هي شكلها حلو فيها حلو هي بالنسبه لها فاهمه ان هو مش بيحترم التانية اللي معاه على حسابات أوكي. والله العظيم يا اخي انت حتى عارف لو انت نيتك يعني انت بتعمل لايك وخلاص شايف ان شكلها حلو بص الحسابات اصل هي هتقول ان انت عشان ايه بقول رايي في البوست غير الستوري البوست الستوري دي حاجه انسايدر فاهم قصدي أيوة ممكن أيوة. تفتح كلام لا بعدين مستخبيه ايوه 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 اللايك بتاعك مستخبي طب مخبي اللايك لكن انت لو عامل لايك على بوست عادي وهي انا متصوره نفس السيلفي مش هتفكر طب وانا بقى 300 واحد صاحبها مش عارف ايه الكلام اللي انت قلتيه لان في 300 فرقت لو هي على الستوري او على البوست بتفرق لو على الستوري طب لو انا بلايك كل حاجه صورة لا طب عندي بقى سؤال هو مش هنا سؤال مش هنا اللي بيجي في السكه بديله لايك سؤال بقى مش انا مش حطاه ان انت تخش وتعملوا لايك على صوره بنت قديمه يعني مثلا هي منزلاها انا كده بستوك انا كده بستوك يعني لسه عامل لها فولو فبقلب في الصور القديمه عملت لها لايك وقاصد بالغلط مش غلط لا قاصد عملت لايك على كذا واحده ده معناها ايه ده معناها ان بقول لها النظام انا هنا النظام ايوه دي معناها ايه النظام انا بس عايز زي البوك بتاعت فيسبوك انا بس عايز اسمع رايك لا لا مش بصي مش بتبقى انا هنا هي بتبقى اللي هو لا هي بتبقى معناها كده للبنت انا هنا خدي بالك مني انت حلوه وانا بقول لك انك حلوه خدي بالك مني ايه ده معناها بقى بصراحه ده معناها البنات بتحب الجود بوي ولا الباد بوي بصوا بقى احنا كبرنا لا لو احنا صغيرين لا 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 لا, لا 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 معلش قولي الحقيقه حتى وفي الكوار على فكره عارف حوار ريكاردو كاكا ده اللي مراته اللي مراته خانته قالت هي سابته عشان كان الزوج المثالي عمره ما غلط فزهقت دي مريضه نفسيه يعني عايز اشتمها الصراحه بس هنكت للاسف فزهقت معظم البنات خليني اقول كده او ايه ده انا غرقت نفسي بالمره كانت حلوه لا مش ان هم بيحبوا لا اقول لكم على حاجه بجد بجد بصراحه البنات زمان عامه او زمان بالنسبه لنا الباد باد جايز والله العظيم عايز نفسي اتكلم انا اسفه لا والله بهزر طيب انتوا رايكم ايه في ان انتوا ان احنا المينتين كونتاكت مع الاكسس بتوعنا الموضوع انتهى ازاي السؤال كده يا نهار اسود لا انا هلعب ماتش تاني انا هلعب لازم اخد حقي يا نهار اسود مفيش علل وانت ليه يا خالد بتحب تقاوح في الاجابات ليه بتحب تلف عشان تعرف توافق انا بشوف البنات بطريقه معينه عشان تحللها لنفسك الحياه مش ستريت لاين الحياه بتمشي كده هو مفيش ابيض اسود في جري في اوف وايت في الجزء الهند اللي انت قلت لنا عليه ده كان اسمه ايه الجليز دونر ده ده اسمه ايه في الوان في لا لا لا, لا انا بسال مينتينينج كونتاكت وذ اكسس بقى قفلتوها بجود تيرمز باد تيرمز فكره ان عامه maintain... وجودها في حياتي ان شاء الله حياتك في حياتك طب افرض هي معايا في الشغل مثلا حلوه دي بام على فكره انا اللي بسال السؤال انتوا ليه عايزين تبرروا الغلط لنفسكم مش احنا بنسالك سؤال انت اللي مش عارفه تردي فمش عايزين يفايند طب ردي على ان هم يلفوا حوالين الحاجه عشان ان هم طب حط نفسكم انا بسال انا على فكره انا بسال سؤال انا ما جاوبتش بتاعتك تبقى الاكس بتاعتها وبيسال عليها افري ناو ده العلاقه بينهم عامله ازاي انت ما خدتيش اجابتي انا ما قلتش لا العلاقه بينهم عامله ازاي علاقة كويسة بيه فريندلي عادي طيب في اطار الفريندلي لو شافوا بعض في حتة يسلموا على بعض بس ما يرغوش بقى على التليفون انت بجد توكسيك انا توكسيك؟ ايه ده؟ سؤالي يا جماعة do you agree ولا لا؟ maintaining contact مع الاكسس ولا انا اللي ما فهمتش انا 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 برضو انا جيت اتكلم لقيت انتوا بجد مش عارفين تجاوبوا انتوا مش عارفين تجاوبوا بسرعة انت ايه السؤال طب وانا جاوب maintaining contact لا ما ينفعش ان انتوا يبقى في contact مرفوع ما ينفعش مرفوع عارف الراجل خلاص يا جماعة they agree ان هم يخلوا الاكسس في حياتهم بقول لا اذا كان بقول لا انت بتقول لا عشان انت خفت انا قلت لا لا والله لا انا عمال اقول انت اللي مش فاهمة يمكن اجابتي ان انا عمال اقول يبقى يعني ما يبقوش اللي هو لا ولا ده ولا ده ان هم يبقوا في حياتكم ممنوع شرط ممنوع انا شايف لا بس افرضي هي معايا في شغل بقول لك او حاجه بس اسالك سؤال عادي يعني سيب الشغل يا نهار اسود ايه بهزر بص هي اللي اتزنقت هي اللي اتزنقت اضطرار بقى اللي هو يعني لو تقدر تتفادى لو عندها حاله وفاه مثلا اكيد لا مش شرط لله لا مش شرط بس ما تقولهاش هابي بيرثدي لا ولا 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 حتى ولا حتى البقاء لله ولا حتى صباح الخير ولا لو بتموت قدامي هسيبها ده اللي عايزاه بالظبط يلا موتي لو بق ميه هيعيشها مش هدولها ايوه هشربه قدامك اكتشفت الاكتشاف ده ان بيبقى فيه كذا لانجوج معانا هنا معاك كذا لانجوج للحب
يعني في بيقول لك في نوع من انواع فيزيكال كونتاكت مثلا، في نوع تاني جيفتس ومش عارف ايه، في نوع كواليتي تايم، في نوع. فانت بتعمل كويز كده بيقعد يسالك اسئله كتير عشوائيه، في الاخر يقول لك انت يعني نوع ايه اللوف لانجوج بتاعك. الفكره بقى في ايه؟ ممكن اتنين بيحبوا بعض جدا، هو بيعشقها مثلا عمال يجيب لها هدايا، هي مش عايزه كده، هي عايزه ان هو يديها ساعه من وقته وما يروحش يقعد مع صحابه او يضحي بشغله. فاهم؟ بتلعب بتلعب كتير. كمل بصراحه. ماشي. فمثلا يعني ما سوري يا ماشي، مش معقوله مش مركز وعمال يكسبك. مين ده اللي مش مركز؟ هو. لا انا مركز جدا. مركز. وفي كويزز تانية بقى اللي هي بتعرفك اصلا انت انهي شخصيه. كل الحاجات دي انا ما بتاكلش عيش، انت اصل الحاجات دي والله منها حاجات بتطلع صح بس لما بتعمله الكويز ده بتفهم اللي قدامك اصلا ازاي تحبه. ايه العلاقه اسمها ايه الايديال يعني، او العلاقه المثاليه من وجهه نظرك؟ اونستي 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 بس كده. انا فاكره لسه هتقولي حاجه اونستلي مثلا، هتقولي حاجه. لا لا بجد لا لا هكمل هكمل. يبقى الاثنين اونست مع بعض ويبقى في كوميونيكيشن، ده مهم قوي لان ساعات الاثنين بيبقوا بجد ممكن يكونوا مش غلطانين في حاجه بس مش عارفين يكوميونيكيتوا مع بعض، فالدنيا بتخبط في الحيطه. فاهم قصدي؟ يبقى عارفين يستوعبوا كلام بعض، يدوا سبيس لبعض ان هم يتكلموا. مش الشغل مهم والحياه مهمه. الحمد لله. انا واضح انها كلامي مهجمه والله العظيم، بس الكره في العارضه يعني قدري الموقف. يبقوا سايبين وقت لبعض كل مثلا. بضحك دلوقتي عارف ليه؟ عشان انا بحبك. لا 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 والله انا رغايه. لا والله مش قصدي، مش قصدي والله، مش موضوع انت يعني. هو انا حاسس ان خالد مثلا هيرد يقول كلمه. هتسمع ربي دلوقتي. اللي هو مثلا انا قلت اونست اونستي اونستي، قلت مش عارف يعني حتى الكلمه الواحده قلتها ثلاث مرات بالظبط كده. اوكي سلمت عليك اونست. دوري ولا لسه؟ لا خلاص يعني عندي كلام اكتر يا جماعه. ابعتوا لي افتح لايف ولا افتح لايف على تيك توك انا مخصوص بالظبط نتكلم. طيب انا بالنسبه لي العلاقه الناجحه بالنسبه لي بتتكون من حاجتين، حاجات كتير قوي من اللي انا قالتها دي مع بعض، يبقى في تفاهم وبنكو اكزيست وبنعيش الحلو مع بعض والوحش مع بعض، وبنعرف عموما نتعايش مع بعض ونكون there for each other. بس في عندي بقى بند اهم ناس كتير قوي بتنساه، اللي هو العلاقه دي بتعمل لي ايه انا كشخص لوحدي. يعني هل العلاقه دي بتزقني ان انا عايز انجح اكتر، ان انا عايز اخد بالي من صحتي اكتر، ان انا عايز اخد بالي من ماي منتال هيلث اكتر؟ يمكن دي انا برضو ما فهمتهاش غير قريب. انت بقى ايه؟ مفكروني بالسؤال. عيد سؤال. عيد سؤال من الاول. ايه بالنسبه لك نوع العلاقه الهيلثي الايديل؟ يعني طبعا لازم تبقى مبنيه على حب. ماشي. وتفاهم. نقول حب. هو كل بقى اللي موجود ده اكيد موجود حب وتفاهم واحترام. صح. انتوا كاولاد زي ما كنتوا تحاولوا تعملوا في الاول ان انتوا تبقوا مستفزين قوي لغايه بتعصبوا اللي قدامكم. بعد كده صالحها فتقولوا ايه ده، بصوا مجنون اهو. ده بيحصل في البنات بالظبط. عارفين ده بنسميه ايه؟ ايه بقى؟ جاس لايتنج. مين؟ يا دي ام الكلمه. ايوه هو انا عارف الكلمه. إيه؟ دي جاس لايتنج اللي هو يعني في شويه مصطلحات جديده ظهرت. ما انا بقول لك احنا متدبسين. في شويه مصطلحات والله هي دي بجد، لو هم بس ما كانوش موجودين كانوا هيركزوا دقيقتين يعرفوا ان هم غلطانين. هو ان اللي قدامك يقعد يستفزك حتى وبعدين يقول بص لغايه ما يجيب اخرك ويقول ايه ده، بص مجنونه ايه. فاهم قصدي؟ لا نفسي فيها. معلش انا ايه معلوماتك عن الكوره؟ معلوماتي عن الكوره؟ معلوماتي عن الكوره عامه عندي معلومات. قولي لي معلومه من ايوه انا بكره فكره ان البنات. انا على فكره انا عندي واحده صاحبتي ممكن ما حدش قال حاجه والله. ده مش في دفاع دفاع دفاع. جاس لايتنج. ستوب جاس لايتنج. هاي زوزو. هاي زينة. بجد بتفهم في الكوره اكتر من اي ولد شفته في حياتي. عندي سؤال معلش. فاهمه مثلا في حاجات ليه البنات بيبقوا عايزين يثبتوا؟ لا مش عايزين نثبت. انا بقول لك انا ما بفهمش في الكوره بس عارفه شويه حاجات. بس بقول لكم ان في اكزامبل. بس عشان بص احنا كنا بنتكلم في حته رحنا في حته. ايه معلوماتك عن الكوره؟ انا بقول اكزامبل ان زي ما في هنا زي ما في هنا. فاهم قصدي؟ ان عندي اصابتي بتفهم في الكوره اكتر من الولاد. طب هنا ممكن تقولي لي اللاعب رقم 10 بيلعب ايه؟ اللاعب رقم 10 هو بلاي ميكر.
يلا ايه ده برافو. طب ماشي غشيتها وش والله ما حد قال لي حاجه هنا. طب حلوه دي. اسالينا سؤال بناتي عين كان واحنا نسالك سؤال في اللي واحنا نسالك سؤال يعني عامه في الميك اب. سؤال اسالك سؤال بناتي وانتوا هتسالوني ماشي بالظبط. طيب ايه الاكل ايه الاكلاريك ايه الاكلاريك الاكلاريك ما انت لسه قايلها بره. طب خلص 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 الضوافر اللي بتتركب. ايه الدايسون اير راب؟ ايه دايسون اير راب ده اير دي اللي هو حقبه يعني من الزمن. دايسون اير راب. اير راب راب ما بيتاكلش. لا إيه ايوه راب. ايوه ما الصراحه ولا سمعت عنه في حياتي. دايسون اير راب ولا سمعت عنه في حياتي الصراحه. ده بيعمل ايه ده تحسه حاجه مهمه. طب خلاص خلاص تعيش ايه هو النهارده ما جبتش الدايسون ايه جلو ريسبي ايه جلو ريسبي. لا طب واحده ده حاجه في السكين كير. ايه اللي فات ده ايه اللي فات ده ايه الدايسون دي دايسون اير راب ده اتس بتاع دايسون دي الماركه. الراب ده الكيرلر دايسون اير راب اتس ا كيرلر. لا ده ده اللي بيسموه بلاي ستيشن 5 البنات. هو بجد اوكي بجد انا عارف حد قال لي عليه قبل كده. هو ده ده بجد اسمه بلاي ستيشن 5 البنات. بلاي ستيشن 5 البنات حتى كده كان في فيديو على التيك توك الولد نازل حاضن ال بكلم بس الولد نازل حاضن البلاي ستيشن بس انا مش عارف اركز. البنت حاضنه الدايسون اير بتاعتي. طب يلا اسالني سؤال. ذهن حاضر عشان ممكن تلبسك في حاجه وانت يا جماعه سريعا عشان اسالها سؤال. اسالها سؤال ماشي اسالك سؤال. لا يعلمه الا الشباب. ايه هاف لايف؟ انا حاسه ان هادي ما اعرفش اصلا ان انت بتقول لا تقريبا عارف. لا لا اسال حاجه يكون ما انت قلت كده حاجه يكون هادي كانت بتتقال هاف لايف ما كانتش بتتقال. ايوه 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 دي حاجه في الكوره ولا لا؟ لا قول. لا 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 ما حدش يغششها. ما شفتش. قول بس بس قول ايه السؤال. هاف لايف ايه كده؟ دي حاجه زي مثلا ليها علاقه بالدبليو دبليو اي ده ولا دبليو حاجه مصارعه؟ لا حاجه زي كول اوف ديوتي حرب مثلا. حاجه شبه كده مثلا. شكرا جمعتها شويه. مش هنقول بقى ان اللي ورا كان بيغششوا عشان بالظبط كده. طيب انا هسالك سؤال. ايه الفايل الايه فايل 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 عادي. لا غير الفايل ده غير الفايل الدوسي البتاع اللي بنبرد. ايه انت ايوه يا خنوده الله فايل يعني ايوه ايوه ما كنتش عارف مبرد. ايه 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 جوان وش سلندر وش سلندر ايه الفرق؟ وش سلندر اللي هي لما العربيه تتخبط يعني عارف تتخبط من قدام تجيب وش سلندر. ايه هي لا هي قلت العربيه جابت وش سلندر. ايوه ده معناه ايه بقى كل حاجه في المحتوى وش سلندر. لا غلط. والجوان جوان اسمه جوان. جوان وش سلندر. الجوان ده اللي هي العربيه بتحمل عليه اللي هي بتبقى اسمها المقص. ايوه لو المقص. الجوان ده بيبقى جوه الكاوتش. لا انتوا بتغشوا غلط. انتوا بتغشوا غلط. ده اللي جوه الكاوتش جوه الموتور. تعالي انا اغششك. تعالي 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 انا اغششك. جوه الموتور تمام. قولي قولي حاجه جوه الموتور بتبوظ وخلاص عشان جوه الموتور اللي هي تقريبا بتبرد العربيه. عندي سؤال. في كام واحد في الكوره كره القدم اسمه رونالدو يعني كام واحد مشهور قوي؟ ممكن اقولهم كريستيانو رونالدو رونالدينهو. لا انت فاكره رونالدينهو ده رونالدو ابو اسمه دينهو مثلا. رونالدينهو رونالدينهو ايوه زيها صح زيها ولا ايه مش ده سؤالك؟ لا في اتنين اسمهم رونالدو. كريستيانو رونالدو ها و رونالدو الايه بقى اسمه رونالدو الايه؟ انا هقول لك رونالدو الايه؟ ايوه ما انت عارف اكيد. رونالدو عارفاه عارفاه بجد الايه؟ ما هو ده السؤال اللي هو اسمراني كده شويه وصح؟ هو برازيلي واسمر حرفيا. برازيلي واسمر يعني ايه صح قولي بس اسمه رونالدو الايه بقى يعني الناس بتقول الحريف. الشباب كلها بتقول عليه ايه؟ لا رونالدو الحريف ده ده عادل امام غالبا بالظبط كده. رونالدو مش عارفه اقول رونالدو او الظاهره او الفنان ده كان اهم لعيب في العالم. ايه الستروب كريم؟ قولي اسمه ايه؟ ستروب ازاي تسيبي البيت من غير ستروبري يا انا
انا ضعيف في الحاجات دي الصراحه. هي بتسالنا في حاجات احنا عمرنا ما عرفناها. طب انا هعمل لكم حاجه واللي يشاور اسرع هقول هيكسب. ماشي. الكونسيلر بيتحط فين على الوش؟ كونسيلر هنا على الخدود على تحت العينين. خالد كسب. ايه على الخدود؟ ما انا قلت الخدود. ما هي الخدود تحت العين اللي هي السودا. ده الهالات السودا. الهالات السودا. امال ايه اللي بيتحط كده؟ طيب الكونتور بيتحط فين؟ الايه؟ كونتور. وهنا عطلت. اللي هو ايه اصلا؟ ولا حد ولا انا كداب عمري حاجه على الوش. الايه؟ الكونتور. اه بسمعه والله. ايوه كونتور. ده كونتور. هو مش هات كونتور ده. ايا كان ده بيتحط على العين. شاور كده حته في وشك يا خالد. كونتور. هو انا اذا كان قلت له لا. هنا على الدماغ. على القورة. على الدماغ. ايه بيتحط كده يعني؟ لا لا كده استيكر كده وبعدين صح. ماشي ماشي. في هنا وفي حته تانية مش هنا بس. انا بفتكر بالشكل بس على فكره. مش هنا بس. امال ممكن هنا وهنا وهنا كله. ممكن هنا بتحدد بيه. بتحدد بيه. تحدد بيه شايف الوش كده هنا. طيب البلوشر اكيد عارفين طبعا. مش قوي. طب فين البلوشر؟ لا البلوشر ده بيدي لون هنا كده. ايوه طبعا. عيب عليك. اقسم بالله قعدتي في كرفانات الممثلين نفعت. طيب هقول لكم ثلاث حاجات. اثنين ميك اب يعني اثنين براند حقيقي واثنين اي كلام. ماشي. فانتي. بولد. و باتريك تاو دي اللي بتألفيها باين عليك. بتألفها باتريك ما اعرفش بس هي وهي بتقول باتريك. طب انت قلتي ثلاثة بس. ثلاثة اثنين صح وواحدة غلط. انا غلط. فانتي ده بتاع ريانا. فانتي ده غلط. لا فانتي ده صح بتاع ريانا. اسمع منش. ماشي. وعندكوا باتريك تاو وبولد. هو ما بين بولد بس بولد ده اسمه متوقع قوي انه يبقى بتاع ميك اب. باتريك ايه؟ باتريك تاو. اصل هي هتألف تا اسمين يعني هتألف اسم مركب. ده ماشي. باتريك طه. باتريك طه ايه الغلط يعني؟ باتريك طه لا هي اللي صح. مفيش حاجه اسمها بولد اصلا. بولد اهلي تونس. اهلي جده. اهلي دبي. اهلي دبي. اهلي دبي غلط. لا اهلي تونس. يعني مفيش حاجه اسمها اهلي تونس. اهلي تونس. الحمد لله. انت عارفه ان كل دول تبع الاهلي فاتحين فروع في كذا بلد. خدها مش عبيط بجد والله. انا كنت هصدق. مش هصدق يعني. يعني فروع النادي لا بس اهم حاجه يعني يقولوا مين كسب في الكومنتس. مفيش حد. ماشي في الكومنت سيكشن اكيد كلهم متعاطفين معاها طبعا. هنشوف. وليه متعاطفين على فكره؟ احنا برضو 2 على 1 عايز تقول كده يعني. بس انا محايد فهو 1 على 1. شكرا يا جماعه. ودي كانت نهايه حلقتنا من دردشه على الهادي. ونشوفكم في حلقات جديده. يا ريت نعمل فولو لايك وسبسكرايب. شكرا. سقفه يلا